هذا يوم من الأيام اللي مفروض إن الصيادلة في كافة الخدمات الصيدلية يبقوا مبسوطين، لأن إحنا هنعيد تشكيل المجلس عن طريق الانتخابات. الانتخابات بتتم تحت لجنة فيها إشراف قضائي، وكل لجنة في المحافظات فيها إشراف قضائي، فيها لجنة انتخابات في الجيزة، لجنة انتخابات في بني سويف، لجنة انتخابات في المنوفية، وفيها إشراف قضائي. الشرطة لا تدخل مقر الانتخابات لكن بتحرسها من برة. من الآن حتى إجراء الانتخابات بتتم مراجعة الكشوف كل الناس عشان نشوف من له الحق ومن ملوش الحق. 99.99% من الناس لهم الحق، إلا اللي صادر ضده أحكام مخلة بالشرف، أو اللي ما سددش اشتراكات النقابة حتى عام إجراء الانتخابات ومش عاوز يسدد، لأن احنا بنخلي الباب مفتوح للتسديد حتى يوم الانتخابات نفسه. أقول لهم مفيش مجلس أدى دوره 100%، إنما أنا وإنتوا مفروض بحضورنا الانتخابات والتصويت وعدم الكسل في الوصول إلى مقر الانتخابات على الأقل يمكننا من انتخاب مجلس يعني نرى أنه قد يصلح ما لم يستطع المجلس اللي قبله إصلاحه. تعالوا، حدش يكسل، اعتبروا أن دي مهنتكو، وهي فعلا نقابة صدى من النقابات المؤثرة في المهنة قوي. فبقول لهم ما تكسلوش وما تضيعوش فرصة انتخابات حرة نزيهة، وإن شاء الله هتقدم لكم بشكل كويس.